طبعا التجارة الإلكترونية أصبحت الآن أمر واقع في المملكة، نعتبر إحنا نفسنا في بالنسبة للتجارة الإلكترونية في بداية المشوار، ولكن مع التوجهات بالنسبة للرؤية 2030 فأنا أجد أن في اهتمام كبير جدا وتركيز وفي نمو كبير جدا في هذا المجال. والله تجربة ثرية وما شاء الله تبارك الله، يعني شيء جميل وشيء كويس أنه منصة زي سيدتي لديها أكبر إقبال من عدد الزوار، تفتح يعني ذراع استثماري جديد أو ذراع تسويقي جديد وإنشاء ماركت بليس مميز للسيدات وأعتقد حتى للرجال، وهذا السبب اللي خلى انه يتم تسميتها المول. بالنسبه لي التسوق عن طريق او الالكتروني اللي طالع الحين بشكل عام سهل، خفيف، لطيف، حلو، سريع. انا جدا عجبني في العرض كلام مؤسس البرنامج على انه عمل دراسه على احتياجات السوق بالبرامج المنافسه وقدر يوصل لشريحه محدده يستهدفها برنامج المول. يعني على حسب ما سمعت انه حيكون في فرص لشباب وبنات ان هم يصمموا للمجتمع السعودي عامه، وحيكون يعني حيلبي الاحتياجات حقت المجتمع السعودي يعني، وهذا شيء مره عجبني يعني. طبعا انت اول شيء قبل ما تشتري اي حاجه لازم تشوفي الريت حقه، تشوفي الريفيو عليه، الناس ايش الكومنتس الناس اللي اشترته، فبالتالي تعرف اذا هو منتج كويس ولا مش منتج كويس قبل ما تشتري اساسا. انا مره استمتعت صراحه بالتجربه، شكرا للايفنت اللي صار اليوم من المول، يعطيكم العافيه، ما قصرتوا من الاي تو زد ولا غلطه. هذا هو المهم، نوعية خدمة والأسعار تكون على ميزة تنافسية تكمل مسيرة الثقة القائمة من سنوات طويلة.